جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: امرأة متزوجة من رجل منذ 40 عاما وأنجبت العديد من الأولاد، وفي هذا السن قام زوجها ببناء مزرعة له بعيدة جدا عن مكان سكنها، وطلب منها أن تنتقل معه ولكنها رفضت، مع العلم أنها تأكل مع ولدها. هل تجب عليها الطاعة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. تجب عليها طاعة زوجها إلا إذا كان عليها ضرر انتقالها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان عليها ضرر أو تخشى من نقص في دينها فإنها لا تطيعه في ذلك، أما إذا لم يكن عليها ضرر إنها تجب عليها طاعته والانتقال إلى المكان الذي لا ضرر فيه عليه.